وأخرى مغادرة. تعيد شركات تكنولوجيا الاتصال الكبرى الحسابات إلى نقطة الصفر وتضعها تحت تصرف القادمين الجدد، وتحيل الأرشيف السابق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية باعتباره جزءا من الذاكرة وشهادة للتاريخ. في تجربة انتقال السلطة بين الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب يوم 20 يناير عام 2017، تم نقل جميع تلك الحسابات مباشرة بعد أداء ترامب اليمين الدستورية. وهو ما أكد موقع The Verge أنه سيتم أيضا يوم 20 يناير المقبل، نقلا عن متحدثين باسم شركتي تويتر وفيسبوك. ورغم تطمينات وادي السيليكون بأنه يعمل بنشاط لتسير الأمور وفق ما هو مخطط لها، إلا أن القضية كانت في بؤرة اهتمام عدد من الشبكات الإخبارية الأمريكية خلال الأيام الماضية. Twitter is announcing the official account of the President of the United States will change hands to Joe Biden on January 20th. طرحت قضية الانتقال التكنولوجي في أوج الجدل المحتدم حول تعسر نقل السلطة إثر الانتخابات الأخيرة، وكذلك حول علاقة دونالد ترامب بمواقع التواصل والتي أضحى واحدا من أرقامها الصعبة، وللأمر تاريخ وأسباب. منذ فجر دخوله إلى البيت الأبيض شتاء العام 2017، أسقط دونالد ترامب وسائل الإعلام التقليدية من حساباته، أطلق عليها نعت الأخبار المزيفة واتجه نحو مواقع التواصل. I have my own form of media. So, you know, if I tweet two or three or four or five times a day, and if most of them are good, and I really want them all to be good, but if I make one mistake in a month, now this one I don't think is going to prove to be a mistake at all. تحول تويتر إلى منصته الرسمية ومصدر الأخبار الرئيسي لوسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لنشاط رئيس أقوى دولة في العالم. يعتبر دونالد ترامب زبوناً استثنائياً ومربكاً، خصوصاً لموقع تويتر الذي أصبح واحداً من أشهر نجومه، إلا أن الأمور بين الطرفين لم تسر دائماً بيسر. Twitter, for the very first time, is fact-checking the president. This is what Twitter did. The company added. الربيع الماضي تعكرت العلاقة تماماً مع دخول الولايات المتحدة أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية على وقع الأرقام المتصاعدة لضحايا جائحة كورونا. قام تويتر بوضع إشارات تحذيرية بشأن مصداقية تغريدتين لترامب شكك فيهما بنزاهة الانتخابات المنتظرة. كان فيسبوك من جهته يشن حملة على ما اعتبره حسابات مضللة لإرباك الناخبين، وكان كثيرها يصب في صالح ترامب. يوم 28 مايو كان ترامب في مكتبه يوقع أمرا تنفيذيا ضد الشركات المالكة لأبرز مواقع التواصل، ويلغي بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لتلك المؤسسات التي أصبحت جهاز رقابة على الحريات وتتمتع بسلطة لا حدود لها حسب تعبيره. A small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States. I think we also have to focus our efforts. أرد الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي على انتقادات سياسة الموقع بشأن مراجعة الحقائق بقوله إن تويتر سيواصل التنبيه إلى المعلومات الخاطئة أو الخلافية بشأن الانتخابات، وهو ما سيتكرر مرات عدة خلال عمليات فرز الأصوات التي لا يذكر التاريخ الأمريكي مثيلا لها طولا وتعقيدا. مثل كل رؤساء العالم، تلقى دونالد ترامب معاملة خاصة من تويتر حتى عندما انتهك قواعد الشركة بشأن المحتوى المسيء أو المضلل. When President Trump leaves office in just 68 days, he'll return to the world of average citizen, a world without special privileges and immunities of the presidency. بمجرد مغادرتهم لمناصبهم، يفقد الرؤساء مجموعة الامتيازات التي تمنحها لهم مواقع التواصل. يعودون مواطنين عاديين معرضين للتنبيه والتحذير ووقف الحسابات مؤقتا وحذفها إن لازم الأمر. غير أن دونالد ترامب الذي سيحتفظ بحساباته الشخصية في كل الحالات لن يكون رقما عاديا على تلك المواقع. في مقال مطول لها قبل أيام، كتبت الواشنطن بوست أن تأثير ترامب سيستمر لوقت طويل على مواقع التواصل. That is some group of people, thousands.
فهذا الرجل الذي بدأ حملته الأولى في عام 2015 ب3 ملايين متابع على تويتر و10 ملايين على فيسبوك، يملك اليوم مكبر صوت قوي فريد عبر الإنترنت بما لا يقل عن 88 مليون متابع على تويتر و31 مليونا على فيسبوك و23 مليونا على إنستغرام. حجم حضور سيمنحه حسب الواشنطن بوست قدرة فريدة على تبليغ أفكاره إلى جحافل المؤيدين له الذين اعتادوا على السماع منه أكثر من 30 مرة في اليوم. قصة ترامب ما زالت مستمرة. هذا ليس كل شيء فيما يتعلق بالعملية الانتخابية عند نهايتها. The Beast أو الوحش، هذا ليس اسما لفيلم جديد، إنه الاسم الذي يطلق على السيارة الرئاسية في دوائر البيت الأبيض وفي وسائل الإعلام الأمريكية. لاحق الإعلام الأمريكي والسيارة الرئاسية منذ مطلع القرن العشرين حين طلب الرئيس ويليام هوارد تافت 4 سيارات لصالح الرئاسة، ولم يجد أفضل من إسطبلات البيت الأبيض ليركنها فيها. مرت السيارة الرئاسية بعدة مراحل حتى بلغت في السنوات الأخيرة الطراز الأحدث من حيث فخامة التصميم وأسرار الأمن والحماية. هذا مشاهدينا بعض من تاريخ سيارة تتكتم عن أسرارها دائما ولا تحب عيون الإعلام أبدا. من شاشات السينما وأفلام الإثارة والتشويق إلى شوارع واشنطن، ومنها إلى شوارع المدن الأمريكية وعواصم كثيرة في مختلف بقاع الأرض. The Beast أو الوحش هو أشهر الأسماء التي يطلقها رجال الأمن على السيارة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي في تنقلاته البرية والتي ترافقه في جميع أسفاره ورحلاته الخارجية، وقد صممت بهدف تأمين أقصى درجات الحماية والسلامة لرئيس الولايات المتحدة. The American spirit he talked about on Independence Day has driven some of the most profound human achievements in history. تزهو وسائل الإعلام الأمريكية بتفوق الولايات المتحدة في مجالات شتى. تتحدث عن أكبر حاملات الطائرات في العالم وأشد المقاتلات النفاثة فتكا وإنجازات وكالة الفضاء ناسا، والسيارة الرئاسية ليست استثناء. Many expecting Trump to be presented with a new version of the Cadillac branded beast. تمكنت هذه السيارة من جذب اهتمام وسائل الإعلام خصوصا في السنوات القليلة الماضية. تقارير إخبارية وبرامج تلفزيونية متعددة أنتجت لشرح ما رفعت عنه السرية حول خصائصها ومزاياها. By 1903 there were more than 1,000 automobile manufacturers in the United States. كانت الولايات المتحدة بين أوائل الدول المصنعة للسيارات مطلع القرن الماضي، وكان الرئيس ويليام هوارد تافت الذي حكم بين عامي 1909 و1913 أول من طلب شراء 4 سيارات لصالح البيت الأبيض وتحويل الاسطبلات التابعة للقصر الرئاسي إلى مرآب للسيارات. استمر الرؤساء باستخدام سيارات تجارية غير معدلة إلى حين أوعز فرانكلين روزفلت بشراء سيارة سانشاين سبيشل، وكانت أول سيارة تصنع خصيصا للرئيس الأمريكي وفق المواصفات التي حددتها أجهزة الأمن المسؤولة عن حماية الرئيس، وقد تسلمها البيت الأبيض عام 1939. أحب الرؤساء القدامى السيارات المكشوفة التي تسمح باتصال أقرب مع الجمهور. تبدل ذلك كليا بعد اغتيال جون كينيدي إثر تعرضه لإطلاق نار وهو داخل سيارته المكشوفة من نوع لينكولن كونتيننتال أثناء جولة انتخابية في مدينة دالاس ظهر 22 نوفمبر عام 63. بعد هذا الحادث بدأ العمل تدريجيا على عزل المقصورات وتصفيح الهياكل التي بلغت 13 سنتيمترا مع السيارة الحالية وهي من نوع كاديلاك، والتي دخلت الخدمة عام 2018 ب4 نسخ للتمويه وتأمين المزيد من الحماية. We were whisked off to a secret location to be shown the presidential limo. قبل حوالي 3 أشهر حصل مقدم برامج السيارات الشهير جاي لينو على تصريح نادر لتصوير تقرير حول هذه السيارة
في ورشة سرية في العاصمة واشنطن. أكد لينو أن هيكل السيارة مضاد للرصاص والقنابل، وأنها تتضمن نظاما مستقلا للتزود بالأكسجين، لكنه لم يتمكن من معرفة الكثير إذ أن معظم مميزاتها لا تزال سرية. Can I ask you how much it weighs? Is that something you can reveal? No. Sorry, Jack. Okay. And how many horsepower? That's classified. Is it four-wheel drive? I can't really talk about that either, Jay. Can we open the door? No. President apparently showed Kim Jong-un his car. صيف 2018 نفذت وسائل الإعلام تغطية إخبارية مكثفة للقمة الثانية بين دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة. شوهد ترامب مزهوًا يدعو الزعيم الكوري الشمالي لرؤية السيارة من الداخل وسط حشد كبير من المراسلين والمصورين. President Barack Obama is on the first leg of a week-long European tour. غير أن الواقع ليس وردياً دائماً. لم يقف الحظ إلى جانب الرئيس باراك أوباما أثناء زيارته إلى جمهورية إيرلندا في مايو 2011. ارتطمت السيارة الرئاسية وعلقت بعتبة إسمنتية أثناء دخول الموكب لحرم السفارة الأمريكية في دبلن. نقلت روسيا اليوم المشهد كاملاً، وقد ظهر أحد رجال الأمن يستدعي شاحنة لتقفل مجال الرؤية إلى حين إخراج السيارة وسط صيحات الحضور الساخرة، وهو ما حرصت القناة الروسية على نقله بتفاصيله كاملة. Tires will screech, rubber will burn, fans will scream and the great American race will begin. الرئيس دونالد ترامب أعاد الاعتبار للسيارة الرئاسية في فبراير من العام الحالي. كان حاضراً في افتتاح سباق التحمل الشهير في ديتونا الذي يقام سنوياً في ولاية فلوريدا. جال بها الرئيس داخل الحلبة وسمح للسيارة الوحش أن تشارك المتنافسين في عدد من لفات السباق. تخضع السيارات الرئاسية لتبديل دوري ومراجعة دائمة لتواكب أحدث الابتكارات والاكتشافات في عوالم الاتصال والأمن والسلامة. حين يغادر أحد الرؤساء البيت الأبيض يتوقف بطبيعة الحال عن استخدام سيارات الرئاسة، لكن أمورا كثيرة لا تنتهي مع انتهاء الولاية وتحوله إلى رئيس سابق، إذ يبقى الرئيس السابق ممنوعا من القيادة على الطرقات العامة، وتبقى تحركاته وتنقلاته خاضعة لرقابة أجهزة الأمن ومواكب الحراسة إلى يومه الأخير. المرصد مستمر معكم وفيه، لكن بعد قليل، منذ انطلاق بثه المنتظم نهاية أربعينيات القرن الماضي، كيف غير التلفزيون حياة الناس ودشن عصرا جديدا للترفيه والخدمة الإخبارية. نعود بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. الحقيقة أن الإمام عبد الرحمن تنبأ لي بمستقبل خاص. لا يعقل أن أول منصب يتولاه السيد صادق المهدي في حياته السياسية يكون هو رئيس الوزراء. كانت فيه تيارات داخل الحزب هي اللي سعت إلى أن أكون أنا رئيس الوزراء. العلاقة مع الظالم المبتدئ علاقة أخلاق ومبادئ، وغريب أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بصفة أنه رأي شخصي. واضح جدا أنه لم يتم تهيئة أحد الأبناء لكي يتولى هذه القيادة بعطاء سياسي كما كان يفعل السيد الصادق المهدي. وراثة الطائفة ده موضوع ممكن الناس يتجاوزوه، لكن وراثة الحزب لا. الصادق المهدي غدا في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. حياكم الله من جديد. لا يذكر التاريخ اختراعا غير حياة الناس مثل التلفزيون. سبقه الراديو والسينما، وولدت بعده شبكة الإنترنت، لكنه تمكن من الاحتفاظ بموقعه دائما مرابطا في كل بيت، حاضرا في عالم الترفيه، مواكبا للأحداث بخدماته الإخبارية التي
لا تتوقف. في مثل هذه الفترة من عام 1996 عقدت الأمم المتحدة أول منتدى عالمي للتلفزيون، وذلك تقديرا منها لدوره في صناعة الرأي العام وتأثيره في السياسة العالمية ومجرياتها. وأقرت المنظمة يوم 21 من نوفمبر يوما عالميا للتلفزيون. في قصتنا التالية نتصفح سجل قرن من عمر هذا الجهاز الذي بدأ في شكل صندوق خشبي عملاق ليتحول اليوم إلى لوح رقمي قابل للتعليق مثل أي لوحة فنية، ولكن دون أن يفقد إبهاره ومتعته ومكانته في حياة الأمم والشعوب. في بدايات ظهوره وأمام اللونين الأبيض والأسود كانت الأعين تجلس مشدوهة وأسيرة السحر المنبعث والممتد من صندوق غريب الشكل. عبر مراحل مختلفة من الزمن تغير وتطور شكل هذا الصندوق، أخذ بالتقلص في عرضه والتمدد في ارتفاعه وطوله. باتت شاشته تبث بكل ألوان الطيف وبجودة عالية الدقة وثلاثية الأبعاد. ورغم جاذبية شبكة الإنترنت وما تقدمه لمستخدميها، ما زال حاضراً في كل بيت. ما هي القصة وراء اختراع التلفاز أو صندوق العجائب كما يحلو للبعض أن يسميه؟ لحظة اختراع التلفزيون لم تكن واحدة وفريدة، بل حصيلة جهود وأبحاث شخصيات متعددة أسهمت جميعها في اكتشافه وتطويره. بدأ الأمر بمحاولات الألماني بول نيبكو عام 1884 عندما اخترع قرصاً ميكانيكياً دواراً بمثابة جهاز مسح ضوئي للصور. اعتبر قرص نيبكو هذا أساس الأنظمة التلفزيونية الميكانيكية الأولى خلال عشرينيات القرن الماضي، وقد استخدمه فيما بعد العالم الاسكتلندي جون لوغي بيرد في وضع نموذج عملي للتلفزيون الميكانيكي عام 1926، ليصبح بذلك بيرد المختص بهندسة الكهرباء أول شخص يتمكن من نقل صور تلفزيونية متحركة وحية، وهو ما أخفق فيه الكثير من المخترعين قبلها. لكن ورغم إنجازات بيرد وإسهامات العديد من المخترعين الآخرين، فإن الأمريكي فيلو تايلر فارنسورث هو من كان له الفضل في التوصل إلى نموذج التلفزيون الإلكتروني الكامل باختراعه عام 1927 لما يعرف بمشرح الصور Image Dissector، وهو أنبوب كاميرا فيديو تنشئ فيه انبعاثات الكاثود الضوئي صورة إلكترونية يتم مسحها ضوئيا بعد ذلك لإنتاج إشارة كهربائية تمثل الصورة المرئية. تزامنا مع اختراع التلفزيون أجريت العديد من تجارب البث التلفزي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وكانت بريطانيا أول من دشنت خدمة البث التلفزيوني المنتظم من قصر ألكسندرا بالعاصمة لندن عام 1936، وذلك من خلال هيئة الإذاعة البريطانية BBC التي تعتبر أيضاً أولى المؤسسات التلفزيونية التي قدمت البث الحي من خارج الاستوديوهات المغلقة. بالمقابل بدأت شركة الإذاعة القومية بالولايات المتحدة الأمريكية أول بث تلفزي منتظم عام 1939، وشكلت فترة الخمسينيات الحقبة الذهبية للتلفزيون بأمريكا مع ظهور عدد من شركات التلفزة واشتداد المنافسة بينها. خلال هذه الحقبة كانت عروض الموسيقى والتسلية وأفلام الغرب الأمريكي أكثر البرامج رواجاً على شاشات التلفاز. ثم رويداً رويداً تعاظم دور التلفزيون في التأثير على الرأي العام. بدأت تغطية الأحداث الكبرى كالانتخابات والاجتماعات السياسية تحتل حيزاً هاماً في البرمجة التلفزيونية، وكانت سلسلة المناظرات الرئاسية الأمريكية عام 1960 ما بين المرشحين ريتشارد نيكسون وجون كينيدي حدثاً ومعلماً بارزاً في تاريخ البث التلفزي.
في عام 1962 تم إطلاق القمر الصناعي تيليستار 1 الذي استخدم في نقل البث التلفزيوني.